الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتي فؤاديو. العديد من أصحاب القنوات الصغيرة الهاجس ديالهم هو الوصول إلى تحقيق شروط اليوتيوب لتحقيق الربح، وهي 4000 ساعات مشاهدة و1000 مشترك. سبق وتكلمت في الفيديو ديالي السابق على طريقة باش نوصلوا ل 4000 ساعات مشاهدة غير بالهاتف. غادي تلقاو في صندوق الوصف أسفل رابط الفيديو، تفرجوا فيه باش تعمل استفادة. اليوم جبت لكم تطبيق جديد ديال زيادة المشاهدات حقيقية. في الفيديوهات القادمة غادي نتكلم على تطبيقات أخرى لزيادة المشتركين، حيث خاص تنوعوا من التطبيقات باش اليوتيوب ما يحذفش لكم لا المشاهدات ولا الاشتراكات الغير الحقيقية. إلى عجبكم الفيديو ديالي كتروا من جام وديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس. على بركة الله نبداو الشرح ديالنا ديال هذا التطبيق اللي معانا، اللي هو الاسم ديالو فيديو بروموت. هذا التطبيق كيف كتشوفوا ها اللوغو ديالو، ها هو كتليشارجوه من بلاي ستور او جوجل بلاي او اب ستور. ملي كتشارجيوه كتدخلوا لي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كنتسجلوا بالبريد الالكتروني ديالنا. من الاحسن ما يكونش هذا البريد الالكتروني هو ديال القناه ديالنا باش ما تعرضوش للقرصنه كيف كيقولوا البيرات. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ملي كندخلوا كيطلع لينا لهاد الواجهه هذه اللي كتشوفوا. كيف كتشوفوا هادو هما الفيديوهات، انا نقصت الصوت ديالهم باش من باش يتسمع لينا الصوت ديالنا. هادو هما الفيديوهات كيف كتشوفوا، نديرو تخطي باش نديرو فيديو اخر وتشوفوا باش نشوفوا كيفاش كيخدم يشتغل هادشي يشتغل التطبيق هذا. كيف كتشوفوا هو كيخدم تلقائي، تقدر تخليه يبقى خدام وكيبدا يجمع لك في النقاط. هاد الفيديو هادو غنشوفوه شي 60 ثانية وغادي نحصل على النقاط ديالنا. الا لاحظتوا في الفوق انا ديجا جامع واحد 836 نقطة، وشوفوا شحال غادي يعطينا من نقطة زائدة اللي غادي نحولوها من بعد للمشاهدات. نشاهدوا معنا هاد الفيديو من بعد نتحولوا لطاب اخرى مرحلة اخرى. هاد التطبيق هذا راه ممكن تحولوا للعربية، راه فيه كلشي ساهل، فيه لوبسيون ديالو ها هي كلشي راه فيها، ما كاين حتى شي مشكل، ساهل ماهل ما كاينش. كيف كنشوفوا دابا حنا هو الفيديو مقرب يساري المشاهده ديالو. كيف كتشوفوا كانت عندنا 236 دابا ولات عندنا 266، اذا زادت عندنا 30 نقطه. بهذه الطريقه كنبداو نبداو نجمعوا في النقاط كيف كنشوفوها انتما كتشوفوا. من بعد هاد النقاط ديالنا كنحولوها للمشاهدات كيف ما غادي تشوفوا. غادي نضغطوا لتحت على الترويج حيت كاين علامه ديال الترويج، علامه ديال العرض اللي كنشوفوا، والعلامه ديال العملات النقديه اللي كتحول اللي بغيتي تشري المشاهدات. نشوفوا معنا هاد الفيديو هذا الاخير باش يتزاد لنا هاد النقاط هادو، من بعد نكملوا كيف كتشوفوا هاد الفيديو هو قريب يسالي. بهاد الطريقة كنبداو نجمعو بشكل تلقائي، كيبقى تخليه تقدر تخليه يبقى يجمع لك في النقاط حتى يتنعس مع راسك تجي تلقى النقاط تجمعو ليك. وهاد النقاط هما اللي تقدرو تحولوهم من بعد كيف قلت لكم المشاهدات. وحنا غادي نشوفو من بعد هاد الفيديو هذا ملي يسالي خاطر بعدين الثواني. من بعد كنضغطو على الترويج، نحيدوا هاد الاشارات هادو راه كيقدروا يطلعوا لك الاشارات. كنوركوا على الزائد التحتاني كيف كتشوفوا، وكندخلوا هنايا كيف كتشوفوا الرابط ديال الفيديو ديالنا. كنديروا اضافه
ها هو الرابط ديال الفيديو ديالنا. كل 737 نقطة كتعطينا 35 مشاهدة. المدة الزمنية ديال المشاهدات هي 45، وممكن أنكم تغيروا المدة الزمنية على الحساب اللي بغيتو. قد ما كتزيدوا المدة الزمنية كينقص لكم عدد المشاهدات، وانتم تختاروا على حسب النقاط اللي عندكم. أنا دابا خليت غير 35 مشاهدة و45 ثانية ديال المشاهدة، والقيمة الإجمالية ديالها هي 787. أنا عندي 896، ممكن ديروا أوكي باش أنها تتم مشاهدة هذا الفيديو من 35 مشاهدة. وبهذه الطريقة أنا درت تم، وبهذه الطريقة كتحصلوا على 35 مشاهدة كيف كنشوف كيف شتو دابا. وما تنقص لينا عدد النقاط كيف شتو، كاينه 108 دابا بقات. هذا بعد الفيديو هادو غادي تزادوا فيه 35 مشاهدة، وفي كل مشاهدة فيها 45 ثانية. وبنفس الطريقة ملي كنكملوا تاني العدد ديال 787 كنزيدوا تاني العدد ديال المشاهدات. وبهذه الطريقة وفي سان النقط كيتزادوا بكثرة، يعني راه كيف ما شتو في الترويج في العرض اللي كنشوفوه، احنا كنشوفوه في ساعة كيدوزو بكثرة الفيديوهات بطريقة في ساعة بطريقة بسرعة باش كيدوز الفيديوهات. هاد الشي هو اللي عندنا اليوم، هذا الشرح ديال هاد لا فيديو هذا. في المرة الجاية غادي نجيب لكم تطبيق جديد ديال زيادة المشاهدات الحقيقية، تطبيق واعر مزيان وفي مشاهدات حقيقيين وسهل في الاستعمال تاهو. في المرة الجاية في الفيديو الجاي ان شاء الله القادم غادي نسجل لكم هذا التطبيق هذا والشرح ديالو كيفاش تشتغلوا فيه. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تبركوا على زر الاشتراك، تفعلوا الجرس وتكثروا من اللايك باش يوصل لعدد كبير ديال الناس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.